اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، واصرف عني شر ما قضيت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك يا رب. هل تعلم أن صلاتك على رسول الله عليه الصلاة والسلام ستكون سبباً لأن يعرض اسمك أنت بين يديه عليه الصلاة والسلام؟ فأكثر من الصلاة والسلام عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما قضيت. نستغفر